لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي زياد سنجري. أهلا بكم سيد زياد. أهلا وسهلا بكم وبكل مشاهديكم الكرام. أستاذ زياد، بتزامن مع اتهامات محافظ واسط والقيادي في التيار الصدري لاتهامه لقناة الرافدين بأنها معروفة التوجه، برأيكم ما الذي يزعج المحافظ وغيره أيضا ما تنقله القناة من محتوى؟ لا شك أني أحد الذين يظهرون في قناة الرافدين، ولكني أيضا متابع لها قبل أن أظهر على هذه القناة، وهي التي بدأت مع غزو الاحتلال الأمريكي للعراق، وأول من نوهت ونبهت لما يحدث الآن في العراق من أعمال قتل وإجرام على يد القوات الأمريكية ثم على يد الميليشيات. المحافظ الحالي أين كان عندما بدأت هذه القناة بمقارعة الاحتلال الأمريكي والإيراني؟ هذا المحافظ وهذا القيادي في التيار الصدري شخص حاله حال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إفلاس إعلامي، إفلاس أخلاقي، يرمون التهم هنا وهناك وينوهون. الحقيقة هو كان في مسألة معروفة التوجه، في مسألة مفردة معروفة التوجه. نعم، القناة الآن أصبحت هي الأولى لاستقصاء المعلومات خاصة فيما يخص الثورة العراقية. نتحدث عن قناة تقوم بأعمال تغطية مباشرة لأحداث تجري في العراق أسرع ما يمكن حتى على مواقع السوشيال ميديا. نتحدث عن تغطيات خاصة لما حدث في الناصرية قبل أيام، اتصلوا بي بالساعة 2 بعد منتصف الليل. إذن هناك رغبة، وكل العاملين في قناة الرافدين لديهم شعور وطني، هم أخوة لكل العراقيين من كل المكونات، دافعوا وما زالوا يدافعون عن جميع المكونات العراقية والهوية الوطنية العراقية. لذلك نجد هؤلاء المحافظ وغيره من الأحزاب والميليشيات تحاول النيل بطريقة أو بأخرى من قناة الرافدين التي تصدرت الاستطلاعات العامة في العراق أنها القناة الأولى في نقل الأحداث التي تجري بالعراق بدون خوف، بدون وجل، وبدون ابتزاز وإرهاب، رغم الممارسات التي حاولت الحكومة أن تمارسها ضد هذه القناة والتشويش والضغط السياسي، ولكنها لم تنجح أبدا، وإنما بقت قناة الرافدين منبر كل العراقيين الأحرار الشرفاء في كل العراق. أستاذ زياد، بالمقابل أنكر المحافظ ما ورد من شهادات المتظاهرين عن إصداره الأوامر لميليشيات السلام بإطلاق النار عليهم. إذا كانت الحكومة والميليشيات ينكران تورطهم بقتل المتظاهرين، لماذا لا يتم الكشف عن الفاعل الحقيقي في قتل المتظاهرين السلميين منذ تشرين الأول الماضي؟ انتهت مسألة الطرف الثالث، انتهت مسألة المجهولين الهوية. الحقيقة الكل يعلمها وهي واضحة وبادية للعيان، أن ما يحدث الآن في العراق هو إجرام حكومي ممنهج، هو إجرام ميليشياوي ممنهج. الميليشيات لا يهمها طائفة الشخص ولا هوية الشخص ولا من أي محافظة، المهم هو ضد مصالح هذه الميليشيات وضد مصالح إيران، لذلك يقومون بقتلهم. الحقيقة تابعت قبل أيام حملة تغريدات يقولون إذا كنا نحن الشيعة هكذا يعملون بنا ويقتلون ويجرحون ويعوقون أبنائنا، فكيف كانت مسألة تحرير الموصل وغيرها من المحافظات؟ كيف تمت هذه عمليات الإبادة؟ لذلك نجد أن الاتهامات لقناة الرافدين أو اتهامات بأن ما يحدث الآن مفبرك، هذا المواطن لا يهمه من هي القناة التي يظهر عليها، ولكن هذه الشهادات هي شهادات حية من موقع الحدث. لذلك نجدها أصدق كل مواطن عراقي، كل متظاهر هو أصدق من المحافظ بكل تأكيد، هو وميليشياته التابعة له والتيار الذي يتبعه أيضا. إلى أي مدى تظن أن قناة الرافدين أثرت في الرأي العام بالعراق لدرجة أن تسارع الحكومة والميليشيات للرد على القناة ومحتوى برامجها وتقاريرها؟ لا شك أن قناة الرافدين تحمل نسق وطني عالي جدا، ولكنها في الفترة الأخيرة الحقيقة تميزت خاصة مع الثورة العراقية، حيث دعب العاملين في قناة الرافدين وعلى رأسهم مدير القناة
إلى استحداث برامج تتناسب مع أحداث التي تجري في العراق، وجعل من ورود الصور والمعلومات والفيديوهات بشكل أسرع، واستخدمت القناة كل الوسائل المتاحة الشرعية لنقل معاناة المواطن العراقي. الحقيقة القناة تصدرت كل الاستطلاعات التي جرت سابقا، والقناة هي القناة الأولى رغم الضخ المالي الفاسد لبعض القنوات الأخرى، ولكن تبقى قناة الرافدين وفق الإمكانيات المتاحة لديها هي قناة الشعب الأولى، كونها تمثل كل العراقيين، وكونها تنصر المظلومين وتعادي الظالمين في العراق منذ احتلال العراق عام 2003 ولحد هذا اليوم. لماذا لم تنجح حملة الميليشيات في تشويه صورة قناة الرافدين وتنفير المجتمع منها على الرغم كل من الحشد السياسي والإعلامي ضدها؟ قناة الرافدين قناة الحقيقة حاربتها كل الحكومات المتعاقبة، ولدي تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع، خاصة عندما كانت تقوم الحكومات والميليشيات أو القوات الحكومية بأعمال انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان، كانت تنفرد قناة الرافدين في هذه المسألة. ولكن فشل هذه المنظومة السياسية يأتي من في محاربة قناة الرافدين، يأتي من ضمن فشلهم أيضا في إدارة الملف العراقي رغم الميزانيات الانفجارية، فشلهم في وأد الثورة العراقية رغم المحاولات القتل والترهيب والترغيب للمتظاهرين، ولكن أيضا فشلوا. الحقيقة هذه الطبقة السياسية فاسدة تماما، ولا تستطيع أن تسكت الأصوات الحرة مثل قناة الرافدين، ولا تستطيع أن تلوي عزيمة المتظاهرين والعاملين في الأحرار في قناة الرافدين، وكل منبر وكل موقع في السوشيال ميديا في الفيسبوك في تويتر، كل المواقع هي مواقع الوطنية، هي مشاريع لنصرة العراق والعراقيين، ومن أهم تلك المشاريع الإعلامية هي قناة الرافدين، قناة المجتمع العراقي ككل، وليس قناة طائفة معينة أو جهة معينة. لذلك كل العراقيين أدركوا الحقيقة بأن ما حذرت منه قناة الرافدين في وقت سابق من أعمال وانتهاكات وإجرام كانت محقة تماما، ورغم اتهامات ببعض الاتهامات هنا وهناك، ولكن أثبتت قناة الرافدين إنها للعراق والعراقيين جميعا. شكرا جزيلا لكم الإعلامي والصحفي زياد سنجري، كنتم معنا عبر سكايب من فيينا.